خذتني نومة الساعة 11، جيت ولا سيارة عند المزرعة، ما في إلا عمي أبو علي. جيت مرتاح أفكر نفسي متأخر أنا. سادة سمان كله هنا. واجد زعلان علي، واجد زعلان. هلا عمي أبو علي، صباح الخير. تو الناس، تو الناس. هذا اللي تقول الساعة 8:30. خذتني نومة. طلع الساعة كم الحين؟ ما يخالف هذا. 11:30. هذا أنا جيت وين رابعك؟ وسع صدرك عمي ابو علي، وسع صدرك. وخر عنه، وخر منك. ايش فيك عمي ابو علي؟ وسع صدرك، عاد خلنا نطلع طالع. كيف نطلع طالع؟ صدرك عمي ابو علي، وسع صدرك. اذا مو برايح شلون محمل العفش اجل؟ من زمان محمله، من الصبح كان 8:30. بعد زمان انت حمل سمان صباح؟ لا شلا، من الساعة 8 محملين شلا. بعد علي كم ساعة يجي ابو علي مزرعة؟ اخر بس 20 دقيقة امام. من الساعة 8:30 ورجع ثاني، ورجع جيت بلا عيور عمي. بعد اقول بلا عيور. دقيقة كم ساعة يجي ابو علي؟ بابا 20 دقيقة اخر. 20 وسع صدرنا عشاننا والله. شباب تاخروا، كنسل الروح. شو اسوي لك انا بعد؟ نسير عنا بنروح ننبسط ونستانس ونوسع صدرك ونطبخ لك. راي متى جيت المزرعه؟ ها؟ متى جيت المزرعه؟ الصج الصج توني من شوي. شرع يا راجل، تقول صباح الله خير. يا العياط والله العامل صاد عيارتك، وانا فشلون وانا جاي المزرعه. والله يا مختار فشلون، ما بعرف حتى ادق عليه. شفت 25 من 22 مكالمه، قلت والله ما بدق عليه، بروح المزرعه واواجه. المهم اسمع عمي ابو علي، نبي نسوي خطه في الشباب. الخطه طول الله عمرك، نبي نفصل شغله في سيارتك انها نخليها تتعطل ما تشتغل، عقابا لهم على التأخير. ما عليك ارتبك، واذا جاوا الشباب طول لي عمرك. شو نسوي اذا جاوا الشباب؟ نقول ما تشتغل، يخليهم يحملون العفش كله. زين تالي نقول لهم ما اشتغلت السيارة. ايش رايك الخطة؟ يلا يلا. وذي سناب بنزلها الحين عشان الشباب اللي جايين بالطريق لا يفتحون سنابي ويكشفون خطة علي. عادي واذا خلاص عشان جرب الحين، شق الله جرب، شق الله. ايوه جرب جرب. شو رايك في الخطة عمي ابو علي؟ اضبطك انا، اضبطك. ما تدري ما تدري. جرب جرب ابو علي، تاكد تاكد. ترى الشباب ذولا ما تحيلهم. شو؟ ما تدري. شو؟ فاضي الباتري. بس خلها كذا بس، سكر سكر سكر. خليهم يحملون العفش في السيارة. اياك يلا يلا القوه القوه القوه. اقواتي التيس، اقواتي. لا ما شاء الله ما شاء الله. شوف سجرانة، شوف التيس، شوفها هبل هبل ما شاء الله. ما جبت اخي الا واحد ثقيل والله العظيم. دقيقه دقيقه والله. ادم لا لا، الله يعطيك العافيه، الله يعطيك العافيه. خلاص عاد تعالوا عمي ابو علي. من الساعة 6 كم الساعة يوم نجي؟ الساعة 6 وربع. 6 فجر فجر. كم الساعة 6؟ بس قال الله أكبر وهنا على طول. أنا وعمي أبو علي سوينا الشكشوكة وذي، بس قلنا ما نبي نتصل عليكم، خليكم ترتاحون وتنامون وتعينوا من الله خير بعدين. أنا من فجر الله أنا رايح أشوف أنا قلنا حتى يا أخوي زجران. الله هذا اللي أقول لك، وصى واعتمد عليه. رجال يا بعد عمري، لانه شايف مريضي. اي نعم، لانه جاني الفجر. اي ومن حوش حوش دور دبيع العادي التيس العادي من الفجر. اي ما كذب من عمي ما كذب من عمي ابو علي الا انت زجران. هلا
هلا شاف ايش لابس من الفجر جاي نروح البحر يا ابو علي من الفجر جاي من الفجر جاي مبسوطين يا ابو علي مبسوطين بنروح البحر البحر يلا يلا حمل العب يلا العب يلا العب 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 تعال عمي ابو علي بك كلمتين راس تعال يلا 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 خلينا نعمل عفش يلا 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 بتيس خلى خلى في حضنك قدام اي اي قدام عشان اخترع التيست تحطه ويا العفش عرفت يلا 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 ابوي يلا يلا لا يعطيكم العافيه يلا 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 على القوه على القوه ربع تعاونوا ما ذا الا والله يعطيكم العافيه الله يعطيكم العافيه على القوه حملت خلط استنوا نحن نجي نحمل ليش ليش حملنا العفش من الفجر قل لي ليش ما ادري حمل ان شاء الله على النظارات ان شاء الله على شكلكم عشان بعد عمري والله بعد عمري ما شاء الله كفو يا نجم تكيات جيبهم ايه 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 مكيف 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 يلا يلا على القوه على القوه على القوه على القوه الحين واحد يا شباب فيكم واحد يصعد فوق يا شباب اخوي النوري اصعد فوق لانه ما يكفي هنا عرفت عشان نحمل عفش فوق ونربطه بحبول يلا 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 يا شباب يلا المروحه اي راح جيب المروحه لا صار حار شغلناها من صحيح صحيح كلام عم بعالي لان الظهر يصير حار يلا يلا القهوه من بالي القهوه القهوه اي لا لا راح ترتيب ربط ربط زين يا نوري ربط زين الله يعطيك العافية أخوي زجران الله يعطيك العافية الله يعطيك العافية والله لا لا نشمي نشمي هالزجران نشمي تعبت بعد عمري اصبر اصبر خليه خليه يريح خليه يريح بسم الله عليك تعب جيب له ماي جيب له ماي جيب ماي جيب ماي جيب ماي جيبوا حق عمي زجران ماي يا بعد عمري يا بعد عمري ماي الله يعافيكم إن شاء الله والله العظيم هذا الشباب اللي اقول لك شقرديه شقرديه هناك لا رحنا انتم ما تسوون شيء تحملتوا العفش احنا هناك نشتغل بعد عمري والله بعد عمري الله يعافيك ان شاء الله نوري هاك ماي نوري جيب الماي تحذف عليه طاحت طاحت اربع اربع تحذفت يعني اربع اربع طاحت يلا 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 خل ربط عفشنا متاخر يلا ابوي يلا 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 ابوي على القوه على القوه على القوه اسمعني اسمعني يا اخوي عادل اخوي عادل لازم نسوي حفل تكريم لك انت عادل والنور تسلم والله تسلم حفل تكريم على الخ... يلا يلا ما نسينا شيء عمي ابو علي عمي ابو علي تاكد بس ما نسينا شيء صناديق الصناديق تعال تعال جيبهم جيبهم بسيارتك جيبهم بسيارتك انت جايين يلا يلا ابوي يلا 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 ابوي يلا يلا الله يعطيك العافيه النوري يا بعد عمري والله شوف يا تطلع رحله مع رجاجيل نشميين مثلك ومثل زجرون ولا لا تطلع بعد عمري والله يا بعد روحي يلا يلا ابوي يلا 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 ابوي يلا 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 توكلنا على ما تقدم عليك تبيني اركب قدام حلفت عليك والله ما اركب مجنونه لا والله اركب انا قدام وعمي زجران وعمي عادل موجودين عيب علي والله ما اركب مجنون انت لك احترام لك تقدير لك مكانه لك معز حبيبي انا صحيح صحيح انا اكبر منك في العمر بس انت اكبر مني في العقل ولا بس عقلك اكبر مني رزانتك وهيبتك انا طرطور اركب قدام بعد عمري والله حبيبي يا قلبي يا حط حط عند زجران حط عند زجران حط عند زجران حط عند زجران يلا يلا ابوي يلا يلا ابوي زجران التيست غالي علينا لان من اخ يصير نمسك طريق والتيست قدام اي بس لما نوصل هناك ما يصير نوصل نمسك طريق والتيست قدام والله انك صدقك والله انك صدقك التيست قدام ما يصلح ما بجاي يفهم لا الحين ما بجاي يفهم كلام عدل التيست ما يصح قدام انت للحين ما بجاي تفهم تفهم يبا التيست ما بروح تفهم ما بون التيس يا التيس التيس ذي قدام ما يصح قدام
اليوم لا يصح انا الحاج من حاج تعال لا يضحك معك يضحك معك ترى سمع مزجرون لا تبي لا تغيظ نفسك سمع مزجرون تيس ما يصلح قدام عمي ابو علي نحطه في السياره الثانيه ما يصلح وياكم جيبوا التيس وياكم عطى مختار عطى مختار عطى مختار بس دقيقه ما ودك تجرب يمكن تطلع سوقته احسن من عمي ابو علي ما حد يسوي كذا بعد راح انا شنو 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 والله العظيم ما تم اخوان انت رايح انا هون ما عليه تامر ما عليه ما عليه ما كل تامر التيس زين يقول التيس ماذا يفرقكم التيس ياكل تامر يلا عمي ابو علي توكلنا على الله اصبر يلا يلا اسمع نوري يلا انا من اول كرسي واسخ من اول لحطت حطها في التيس يا عمي لا 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 ان شاء الله ان شاء الله وصل صادرك من في الليل ما رانك اخوي زجرانها بتكون رحله جميله اي حلوه ولها وزن اي لان في ايام الشتاء وذو رحله بحر يلا عمي ابو علي يلا ايه لا الجو حلو وذولا الله حسني قلبي ان احنا بننبسط يما على الرحلة زي كذا يلا توكلنا على الله يلا يلا ابوي يلا 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 اشتاق المكيف ذا قبل اشتغله شو اول مرة اشوف سيارة مكيف قبله هي والله شق الله زجرون ذا ما يعرف شق الله هذه كارهب بس ما تدق بس تعبان والله رجع رجع مرة ثانية شوف الجير يمكن الجير بطارية وعاد ما اشتغل ما براضي تشتغل ايش فيه عم بالي ايش صار؟ اشوف بس هذا والله عاد منشبذ يا الحز عليها كل قطعه الا اطلسه صدرك يا اخي كمبيوتر ذا ما اعرف لا كمبيوتر 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 ما اعرف انا اعرف السياره ذيك لو لهديك لهكويت شوف النور يمكن واير فاصل ولا فيوز ولا شيء خلنا امسك نظارتك خلنا امسكها شوف يمكن واير فاصل ولا شيء ايش فيك انت ما معك ما معك ما دي نظاره تعرف كم كذا انت ما معك انت راح باجي عني راح منك طف السيارة طفها قول لي انا يا جماعة الخير كل تأخير في خير الله يهديك يا ابو علي شيكت الموتر يا ابو علي من تتكلم ها؟ تكلم مع واحد صديقي ابو علي ابو علي حروة ومساعة رجعت ريوس نبي نروح جدة ما تمشي جدة عيت ولا تشتغل بعد قل له فيه كهرب فيه كهرب سيارة تشتغل بس الا في كهرب كهرب بس ما في سلف فيها كهرباء فيها كهرباء بس ما بجاي تشغل سويتش عاصف اذا ما جاي تشغل قلها شوف اسمع المراوح اسمعهم 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 المراوح يشتغلون بس كهرباء ما تشتغل شو اسمه يا بليه قل له اشتغل يا بليه بس الباتري اصابع وتشتغل يلا 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 حرك حرك الاصبع حرك الاصبع حركة حركة حرك الاصبع حاول حاول يا نوري حاول حاول مهنة مهنة عطى نور زجران الموجب الموجب حرك الموجب حرك الزائد الزائد شقل انا حرك فيه انا قاعد اشقل شقل ما في فايدة تكت عاد شيء تشتاكي تكت كهرمات فيه كهرب شقل كهرمات اللي يقول نزل عاد رجال يقول ما تسير السيارة من هو ذا؟ ما هو ذا ايش اسمه؟ كهرباء اي كهرباء ايش دراه عن العفش اللي يقول لك ننزل عفش؟ انا قلت له محملين بنروح على العجيب اي انت قلت له نزل عفش نزل عفش اي نزلوا نزلوا يلا نزلوا يلا خلاص وين نروح؟ نزلوا العفش نزل العفش بنروح البحر اي نزلوا بنروح البحر يا ابو علي اجر لك عمال ينزلوا انزين عاد يا اخوي زجر ما يعوق العفش نزلوا العفش شو يعوق؟ هلكتونا هلكتونا ما بنزل شيء ما بنزل شيء
اصلا هذا برايح وياكم انا ما برايح وياكم اي عوق يا اخوي زجران رابع انت عاونه ما هذا الا والله مزون والله شلناه شي شيل العفش يا عمي بعد انا عاقلت مربطين زجران اول رايحين انا البيت المضايق يا اخوي زجران يا اخوي زجران يا اخوي زجران يا اخوي ما بالك ولا ما بالك تشاي ولا رايح وخلي المحل تعال تعال النوري تعال يا اخوي النوري تعال تعال بك تعال تعال يا اخوي النوري تعال يا اخوي النوري يا اخوي نوري يا اخوي يا اخوي زجران يا اخوي زجران يا اخوي عادل يا اخوي النوري يا وسع صدركم يا اخوي يا اخوي يا اخوي النوري اخوك النوري اخوك النوري ايه بعدين لما اخوي النوري اخوي النوري علمك يا النوري هل معقول نكنسل الرحله الجميله اللي خططنا عليها على اساس سياره تعطلت حش من ذي شيله يا حبايب ما علينا تساعد ونشيله يا اخوي النوري ارجع 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 يا ارجع انا ما راضي يا بتشلهي ما راضي كيف يلا يا جماعه الخير يلا 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 تعال يا ابو تضحك يلا 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 ابو يلا 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 عادل يلا 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 عطنا 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 النور يلا 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 عشان جل العفش الله يسعدك يا ابو علي هو على القوة ما هلا الله يعطيك العافية خبرة خبرة في هالحاجة خبرة انت من الفجر تعبنا تعبنا خلاص اي والله جايبين جايين خسيرتك شو القضية يلا يلا نشيل نشيل يلا يلا دخل دخل سيارتك ابوي يلا يلا عاد فيكم شلون شو السالفة يلا بنروح البحر يلا كابي زي حين كابي اما لو العفش سيارة ابو علي طلعت عطلانة خلهم يحملون كل شيء اللي تبيه واللي ما تبيه نوري كافو يا نوري كافو رجال 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 عطل مني عطل مني عطل مني نشمي يا بعد روح يا قلبي يا طيارك والله والله تيس لا وانا افكر شمال البار اخوي زجران بس ان سيارة تعطلت يمكن خير يمكن خير يا اخوي ما يخالف يا اخوي زجران ما يخالف يا اخوي زجران يلا عاد لا نتاخر يلا حسبي الله يا عمر ارجع سينا شاي ما بقى شاي انا ما بروح وياكم انا بروح عيوني على التعب بروح يا عمي ابو علي يا عمي ابو علي ما تشتغل سياره لا بنجرب دقيقه عمي ابو علي جرب شوف قل بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم زينك بتجرب قبل نجرب قبل خليني اجي امشي سياره ما تشتغل ليه قلت له وقت ما صار الغلط حطها هنا والسياره ما تشتغل ها احنا مخلين العافيه وننزل ونتعب وتربيه بسم الله بسم الله تشتغل سمى الرجال اقول على امراضي يلا 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 تشتغل ايش اشتغلت اشتغلت اقول خليك مع ابو علي شنو تيتانك يلا روح مع ابو محمد اقعد اسمع فيه اذا قام يسوي لك بدوج
الله تعبنا احنا طالع جورهم وهو ما طالع. هذا المشكلة. دقيت على جوال انا. دقيت والله يمكن 20 مرة. شو الحاكي؟ كرام قلبه. افتح يا بدويج. يلا. شنو؟ ترى قاعد يسمع يسمع بس يصوخ. شو الوجه؟ صباح الخير صباح النور شباب. يلا لحظة دق عليه والله يمكن اتصال منشوا البحر وين؟ واحنا الحين بنمشي ما بقول له انا ابو علي بتروح يلا وقف 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 بس ما بدي والله نسيت بس ما بدي بس ما بدي. الله تبارك الله شر قعدة زينة شر الترتيبات شر الحركات يعني شوفوني قاعد اشتغل ها كرتون فاضي ها مسخ والله باقي باقي شوي شعرك يطير من الهواء مره واحده والله حر على قلبك. الحمد لله السلامه. لا ما بعد نوصل. حياك حياك الحين انتم جايين وجايبين هالسياره ومتعنين بس عشان تشيلون الخزان. والله ان الماء الشعر منسم وانت منسم اكثر من صراحه. الخزان جايب التيس بعد يوم. لا وين التيس؟ شوف لو تاكل لحم مريض انا بطبخ لك. لا اي والله لا والله نعم. تعال 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 مشغل انا شيله اجل الخنوق لين بعد الشيله بعد الشيله يلا يجلك دربا قهوتنا من بن خولاني ودلال ندلال رسلاني يا زينه هدلال قهوتنا من بن خولاني ودلال ندلال رسلاني يا زينه هدلال دقيقة دقيقة بنقعد شهر هنا 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 في بنقعد شهر هنا برقعد شهر ولا رجع المزرعة بعد ما يمديك بطنك بيحرك وتبي علبتين شطة وعلبتين كاتشب ذلك متى نخلصهم ذلك يخلصون طيجون بنص هيدعها فين والله فاكر يخليها والله صدقت والله ما شاء الله تبارك الله اشوف بارات وينهم بارات ما براضي عرضه يقول ما بيبيع يعني ذا للبيع الحين مو دوي اليوم للبيع كل شيء للبيع من جدك ودوي ايه ذروت بيبسي بعد والله ذا كله للبيع يعني كله للبيع كله للبيع اعرض بعلي قاعد يطلع لا صار من حلال ابوك باعه تخيسي حلالي وغصب عليه انت مالك خيس سويت بسطه سويت بسطه قال مبشرين من القطيه ما تروح لا ما شريت من قطيه ولا شيء قطيه انت قطيت على الذبيحه غير ذبيحه ذلي انا عارف انت ابي بسكوت الملابة مربع مربع جيبوا لك واحده يا اخوي زجران عاد عطور تراخي عطور تراخي الله يبين وجهك يا اخوي يستاهل المدير يستاهل حبيبي بعد عمري والله انا راسي والله شخبط
لك النور كودها كودها ما تستحل وجهك ترى الرجال هو قاعد ياكل تقول لي ايه وتقول لي انا قلت لك الشر ايه منه لا الشرك اقول لك تعال تقهوى ما قلت لك راح اروح قبدوا ايش ترمصي لا يا اخوي عاد يا اخوي عاد لا الشرط لا كذا كذا اقول له تعال تقهوى يمنا بس خلاص 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 يا اخوي عادل خلاص خلاص عادل الكلب الكلب وراك الكلب منك تعال النوري تعال هذا الحين شو يسمونه مريضي بيسوي شو اسمه مدفون اللحم لحم مدفون لحم مدفون بيسوي المدفون وبيسوي زي القصدير شوف يا بدويش شوف شوف الطريقه شوف الطريقه بدويش شوف الطريقه شوف الطريقه يا طول الله عمرك لحطت اللحم الله سلمك الله زين تصفق تصفق الشحمه طيب شحمه البطن شلون شحمه شفته اي ذي ذي شحمه اي عشان ليبس اللحم بس زين وما يصير دهني ايه طبعا دي الطريقة انا متفنن فيها من سنين ايه منين ماخذ الطريقة دي منين زي عمي ابو علي بايقها من الانترنت مصور حيطة الله العيارة حط بهارات ومال حط بهارات ومال حط بهارات ومال هذا الحين مريض بس ما قلت شيء تعلم الكعب تعلمه ما ايش فيك يبا هذا الحين صور هنا صور هنا هذا شوفوا قاعد مريضي كانه قاعد لو طف الكاميرا هديتها وقمت ترى صحيح مريضي فاسل يعني شلون يفعل ما في شيء بما هو مثله يعني بس بالواجهية وبس بدون الواجهية ما يسوي شيء ما عمل شيء والله صور صورة العربي ديكور ديكور شنو هذا طحين يلا مال يا خلاف شو اسمه ميلح ميلح قم صور عليه النوري اشوف اشوف بس اشوف بيت من امسك هاي هذه الطريقة هذه الطريقة اللي سواها مريضي احنا حط زي البصل والفلفل وهذا وجهه شوفوا هذا الطماطم عاد الحم كيسهم سويه من الصيد امسي ويلا هذه الطماطم امسي ليش نحط الطماطم؟ ليش؟ ما ادري مدمر صيح سجنك مدمر ما ادري اصلا انت ما تعرف تطبخ اصلا بقى اللي بيطبخ وذي الحين اقشرها دويش ذي طاحت الحين البلاستيكه ذي ما ادري ايش اسوي فيها البلاستيك ذي خلاص قطها وانت حطها تبي تسممها قطها منك بس وهذا ابو الزيك مع الراس ذا شوف الجبهه وما فيه اترك الاكل لو بس دقيقه لو سمحت دقيقه بس دقيقه بس خلينا نشوف الفعاليه وما فيها كل واحد يفر العلبة على الشخص اللي ما يشتهي اللي كيفك عاد انت وحظك مثلا فر النوري الغرشة على العلبة ذي على ماذا اي سؤال اي سؤال اسأل بوزيك روح عاد الله الله يبعد قلبي يلا يلا على السريع على السريع سؤال زي النص تاتري الطقية والله طيب جاوبه يلا انا عاشق للتراث القديم فلا تلوم لي بس تريح محتى تكمل جوابك شرع لنفس الشخص عيد قوه فرع بوزيك فيك صاير يبا اليوم انا ضيف المجموعه راح اسال بوزيك اسمعني انت محمد علي راح نبعدكم عن المجموعه على الاسئله دي فشلوني يلا راح يا زجرون راح يمسك عليك عندك يا عندك يا والله طاح في يدي يلا طاح فيك اي روح عاد روح روح انا اسالك سؤال سام ها اسالك سؤال عطنا سؤال محا ايش البقر اللي فيك وتهز راسك وتكلم كل شيء تسرعك فيها مالين مين خلينا نقول لك مو بسؤال بس استجواب اهرا ايش يسمونه كم عمرك وبدا فيك الهطاقه والهباله اي نعم ادري كنت بقول له جاوب موضوع بالعربي النذال مو تشتغلت فيه عام 1411 انت الله على ابليس
على زجران. على زجران. لا لا على زجران كنا. على زجران. لفة. يلا يلا راح أدعي. على زجران. على رجلة عليه عليه. على زجران على زجران على زجران. قل له اسم أمك. اسم أمك. اصبر اصبر يا محمد اصبر. اي الحين بلعب بدي. اي عليك. لا هدا هدا هدا. قوة. ابو محمد. على ابو محمد ابو محمد ابو محمد. قل له انا اعطيك السؤال والله اعطيك السؤال. ايش؟ لا قل له شنو السبب اللي خلى ابوك يسميك عدنان؟ لا 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 ابو محمد طلبتك والله سؤال يا ابو محمد سؤال لا 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 خلاص 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 والله توب والله والله توب خلاص خلاص يلا يلا خلاص يا تجاوب يا تدفع 100 ريال خلاص انا بعيد عن الموضوع خلاص محمد خلاص ان شاء الله ان شاء الله عمي خلاص عمي ابو محمد خلاص عمي محمد متابعين كل ما يسمون صحيح ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عدنان لا متعور ذا متعور وصب فنجان يا سعد جهز العزبة وقال الغضب يا سعد ابو محمد ما بقول اسمك محمد ايه ليش شد كله تطق بالعقال تبي تعرف ليش اي ليش ان شاء الله بخير ليش انا صار واحد قال الحاج تعال يا محمد والله والله ملك حق بسالك سؤال ملك حق خليه يسال السؤال اللي يبيه عيار وعيار وعيار ان شاء الله صير بس الطاقم اللي عليك شو الاسباب ما تخفف الشبك وتشيله؟ دقيقة بس دقيقة والله كلام اخوي عادل صحيح دقيقة شباب يطبق نظام العقوبة على ابو محمد قوموا كلكم مسكوا ابو محمد مسكوا ابو محمد طالعوا من 100 ريال يا تجاوب يا تدفع 100 ريال لا لا جاوب شو السؤال؟ ليش ما تشيل شنب؟ لا 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 هو السؤال شنو السؤال؟ ليش شيل شنبك مخلي كذا هالكبر؟ ما في مقاس شو ما في مقاس؟ اي ما في مقاس كذا اجاوب عنك عمي محمد يفكر نفسه هيبه لا 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 فكيتك من 100 ريال جاوبت عنك يلا ايوه زجرة عطى سؤال قوي سؤال قوي قوي ابغى قوي صح عطى سؤال قوي كم وزنك تاكد شايفين حرج حليله استحي يمه يمه كم 95 كم مع 95 كيلو طولك اسمع تاخذ الحراج 90 95 يابا قرات بك العقل وزنك وزنك اخلص ولا ادفع ال 100 كم تكفي 110 شداد بخو 110 باقي اكيد اكيد الميزان يا شباب الميزان 115 لا راح اجيب الميزان 115 لا كيف قال 120 لا 120 تكفي 120 تكفي على قلب العقال تكفي يلا يلا با يلا فر يلا يلا يا بزك يلا السؤال ابي اعرف شلون انتفخت يا زجران يا شلون سويت بوم كذا يعني شلون صبنتي اي دبي ما عرفت مريضك اكل محمد يا يدفع يلعب ادفع ولا
الصلاة الصلاة يا عباد الله. يلا توضوا توضوا يلا يلا ابوي يلا. ادي لي ها كيف المدفون يا ابو احمد؟ سوى ولا لا؟ ان شاء الله ترتي. يا سلام. لا 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 خلاص خلاص دايب. شوف كيف امسك امسك دايب صراحة. شوف كيف ابو شبريت. ها استوي ولا لا؟ عاد عاط من دوب ذق عندك يدين. سلام ما شاء الله ما شاء الله. خلاص استوى ذابح. تسلم احمد تسلم يدك على هالتبهيره. حبيبي يا ابو احمد حبيبي يا ابو احمد. بعد في بطاطس عطني بطاطس ترى يا بابا جوعهم. هذا بطاطس يا ابو احمد. سكره سكره يا ابو شبريت سكره. يلا ان شاء الله. أوه. يا سلام سلم على جنب نوك طبخة بعير نرجعه طبخة بعير نخليه يتولي. والله البطاطس طعمه رهيب يا ابو احمد رهيب. ما اخذ نكهة اللحم اح. شبريت ايوه صور خلبو شبريت صور. اوه شوف 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 جني مال عندنا. شوف 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 البطاطس هنا العمي لتوه حار. سلام يا ابو عليان على الحبة ما شاء الله تبارك الله. فن فن يا عمي ابو علي فن. الله يحرسك من العين بس. شوف كيف الحبة كيف. يا سلام شوف دجاجة بدويج. سلام هذا لحم المدفون ذا ابو علي. السلام ابو علي كيف لحم مدفون علي. شوف كيف ربح واحد يجي خلك ليت عيش. عطنا غرسة الشطة من يمك الله لا يهينك. تسلم يا عمي ابو علي تسلم يا عمي ابو علي. اوه نسيت انك انت ما تحب الليمون. اي والله اعصر على الليمون اعصر على الليمون اعصر على الليمون.